سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. جيتنا برضاكم لبيتوا دعوانا، وإحنا يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. ما أحلى رؤياكم نورتوا يا أحبابنا، إن شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. أحبائي واش رايكم؟ كاين اغنيه نحبها بزاف انا. تحبوا الالوان بالاصفر؟ الاصفر لون الشمس، برافو. والاخضر ماذا؟ تفاح، نبات، الطبيعه والنبات والتفاح. والأحمر الكرز. شوفوا نغنوا كاين أغنية عمو يزيد يحبها، أي صفحة ألواني. ولكن قبل ما نروحوا الأغنية هذه، على ما نظن نروحوا الأغنية أجمل، عالم الجزائر. عالم الجزائر أي صفحة؟ أول مرة راح نغنيها عالم الجزائر. علاش؟ لأنه هذا الشباب الصغير، تعالوا طلعوه، تعال وليدي، تعال الله يبارك، تعال وليدي تعال. اعطونا زغاريت عليه، لازم نزغرتوا عليه. واسمك ولدي؟ عبد الغفور. عبد الغفور، شحال في عمرك عبد الغفور؟ مانيش عارف. قلت لكم هضروا مع ولادكم، قول لهم امه شحال في عمرهم. الله يبارك الله يبارك. كم قالوا لك شحال؟ أربعة. أربع أيام؟ سنوات. أربع سنوات، دوك تعقل عليها خلاص. شحال؟ أربع سنوات. برافو، شفتوا الشاطر شحال يتعلم بالخف، شاطر. واش جبت العمو يزيد عبد الغفور؟ واش هو هذا؟ عالم. عالم، الله يبارك. روح لبسوا العمو يزيد، لبسوا لي، لبسوا لي، لبسوا لي. الله يبارك الله يبارك. ابقى معنا ابقى معنا، ديروا له مكان جميل. ربي طول عمرك، ربي يخليك. العلم هذا مستحيل ما يجيني الشباب، مستحيل. ماتوا عليه مليون ونص شهيد، والناس كاع كافحت على جالو. وعمو يزيد دالكم هذه الاغنيه، اي صفحه؟ 29. عالم الجزائر يا رفيع الشأن، اشرف ورفرف زاهي الالوان، في حلة من لؤلؤ وزبرجد، مواشية في هلالك المرجان، فوق الإدارة الشوامخ للعلا، وعلى قلاع جندنا الشجعان.
تشع الكواكب لامعا متلألئا، وعلى الصخور تأتيه العقبان. يا ضوء بصيرتي ونور بصيرتي، يا عز نفسي وهوى وجداني، لأسخرن لك الجوارح كلها ولخدمنك خدمة العبدان. علم الجزائر، تغنوا كامل معايا علم الجزائر، واعطونا صغاريت على الجزائر ينسى الله يخليكم. شكرا شكرا. عالم الجزائر يا رفيع الشان، أشرف ورفرف زاهي الألوان. عالم الجزائر يا رفيع الشان، أشرف ورفرف زاهي الألوان. في حلة من لؤلؤ وزبرجد مواشية، في حلة من لؤلؤ وزبرجد مواشية، في هلالك المرجان فوق الإدارة الشوابخ للعلا، وعلى قلاع جندنا الشجعان تشعل الكواكب لامعا متلألئا، وعلى الصخور تاته العقبان. يا ضوء بصيرتي ونور بصيرتي، يا عز نفسي وهوى وجداني، لو سخرن لك الجوارح كلها ولخدمنك خدمة العبدان. علم الجزائر، علم الجزائر، علم الجزائر. عالم الجزائر يا رفيع الشان، أشرف ورفرف زاهي الألوان. عالم الجزائر يا رفيع الشان، أشرف ورفرف زاهي الألوان. في حلة من لؤلؤ وزبرجد مواشية، في حلة من لؤلؤ وزبرجد مواشية، في هلالك المرجان فوق الإدارة الشوامخ للعلا، وعلى قلاع جندنا الشجعان تشعل الكواكب لامعا متلألئا، وعلى الصخور تاته العقبان. يا ضوء بصيرتي ونور بصيرتي، يا عز نفسي وهوى وجداني، لو سخرن لك الجوارح كلها ولخدمنك خدمة العبدان. علم الجزائر، علم الجزائر، علم الجزائر. برافو برافو برافو، علم الجزائر، علم الجزائر. أحبائي علم الجزائر أعز ما نملك. واش رأيكم دركا؟ شكون اللي يقدر يقول لي؟ تحبوا الأسئلة؟ شكون اللي يقدر يقول لي اليوم 27 نوفمبر أي ذكرى؟ كاين ذكرى اليوم؟ الله يخليك عمو يزيد، زايد في 18 نوفمبر ماشي 27، ولكن مانيش بعيد. شكرا شكرا. كاين واحد بعث لي رسالة قال لي بلي راح يجيب وليده ولا بنته في عيد ميلاد ويجيب لها الكاتو. بعث لي رسالة على الفيسبوك، راهو هنا. كاين واحد بعث لي رسالة على الفيسبوك وقلت له بلي يقدر يجيب وليده ولا بنته اليوم عيد ميلاده. معليش، إلا جا مرحبا به، إلا جا مرحبا به. ما هي الذكرى اللي توافق 27 نوفمبر؟ ذكرى مهمة جدا. نسهل عليكم، هذه الذكرى في سنة 1934. واش هي؟ قولي لي. راكي لداخل ولا برا؟ راكي لداخل. يلا واسمك، واسمك خير الندى. واسمك خير الندى. ندى، خير الندى، الله يبارك، اسم جميل جدا. شحال في عمرك؟ 6 سنوات. 6 سنوات، الله يبارك. ذكرى ماذا؟ عامر عبد القادر. ايه، ولكن ماذا؟ وشن وشن؟ مبيعة الأمير عبد القادر. واو شاطرة، تعالي 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 بنتي تعالي، جيبوها طلعوها طلعوها طلعوها، أرواحي بنتي. شوفوا
الوالدة تاعها هي اللي كانت تقولها، دركا رانا عزلناها على الوالدة تاعها نشوفوا هذا كان حفظته ولا لا. يلا واسمك بنتي؟ خير النادى. خير النادى، اليوم واش هي الذكرى؟ أمير عبد القادر. واش هي الأمير عبد القادر؟ أمير. معليش معليش، باش نضحكوا شوية برك، على كل حال الجواب جبته. معليش، ماماك قالت لك ذكرى مبايعة الأمير عبد القادر، عوديها، ذكرى مبايعة الأمير عبد القادر. برافو 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 برافو. أحبائي، الأمير عبد القادر بويعة في 27 نوفمبر سنة 1834. يلا بنتي اعطوني الهدية تاعها، اعطوني الشطرة هذه، اعطوني الهدية تاعها. يلا يلا، خير الندى اسم جميل جدا. بنتي رامي راعي برنامج مع مو يزيد وراعي هذا الحفل، يعطيك هذه الهدية إن شاء الله تستفادي بها. نعم نعم، شكرا. سمعتي واش تقول لك ماماك؟ تقولي واش ما تقول لكش ما تقوليش؟ ها؟ سمع واش تقول لك ماماك؟ تقولي لا لا. ها تاخذي لهاش الراي؟ تاخذي الراي ما؟ ها ناخذ لها. ها تاخذي لها الراي؟ نعم. ها برافو برافو، كي تاخذي الراي ماماك تبقاي معنا، خلوها معنا، ابقاي معنا. خير الندى، الله يبارك الله يبارك. إذن يوم 27 نوفمبر اليوم هو ذكرى مبايعة الأمير عبد القادر. تعرفوا على بالكم بلي ماهيش البيعة الأولى، ثانية فوالا معلي، هي البيعة الثانية للأمير عبد القادر رحمه الله. واش رأيكم يا أحبائي؟ أنا كاينة أغنية أنا نعتز بها بزاف، لأنه عمو يزيد يحب العلم ويحب المثابرة. كاين أغنية قلمي، يلا أصدقائي قالوا لي قلمي، غنوا قلمي. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن، أي صفحة؟ أربعة. يلا تغنوا كامل معايا، قلمي قلمي صغير الحجم. يلا قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. به أرسم وبه أكتب ما يجول في خاطري، أحمله أينما أذهب يصحبني في مشواري. به أرسم وبه أكتب ما يجول في خاطري، أحمله أينما أذهب يصحبني في مشواري. قلبي قلبي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلبي. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. كل علم دونه وروى تاريخ الأزمان، فالقلم دوما يحفظه حتى لا يمحي. فالقلم دوما يحفظه حتى لا يمحيه النسيان. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. قلمي
آية من القرآن، وهو أول خلق الله، سخره رب المنان، له في الدين والدنيا مكان. قلمي آية من القرآن، وهو أول خلق الله، سخره رب المنان، له في الدين والدنيا مكان. قلمي صغير الحجم، ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم. فالعلم رهين بك قلمي. شكرا 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 شكرا. قلمي قلمي صغير الحجم. أحبائي، الدراسة ثم الدراسة، المثابرة. عمو يزيد دار أغنية نقول فيها اثنين في الصف اثنين والشاطر يرفع إيده. كي يقول الشاطر يرفع إيده واش ديرو؟ كامل 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 بالأولياء قاعد ترفدوا يديكم. الشاطر دائما يرفع إيده. لطلب الإذن يرفع إيده 20 على 20، والناجح هذا عيده. طلعوا لنا أعضاء الكشافة الإسلامية، هادو لا ملابسين جيبوهم، يلا طلعوهم. اثنين في الصف اثنين والشاطر يرفع ايده 20 على 20، والناجح هذا عيده. يلا تغنوا كامل معايا. الشاطر يرفع ايده 20 على 20، والنجاح هذا عيده. اثنين في الصف اثنين والشاطر يرفع ايده 20 على 20، والنجاح هذا عيده. والنجاح هذا عيده. من يريدوا أنتم للغد رجال يا شموع الوطن قيدوا. سين أول سؤال والعزل من يريدوا أنتم للغد رجال يا شموع الوطن قيدوا. 20 على 20 والنجاح هذا عيدوا. والنجاح هذا عيدوا. نرفي الصف اثنين والشاطر يرفع ايدو 20 على 20 والنجاح هذا عيده. اثنين في الصف اثنين والشاطر يرفع ايده 20 على 20 والنجاح هذا عيده. والنجاح هذا عيده. Thank you.
الفلاحين والنجاح هذا عيد والنجاح هذا عيد نلفي الصف اثنين والشاطر يرفع ايده عشرين على عشرين والنجاح هذا عيد نلفي الصف اثنين والشاطر يرفع ايده عشرين على عشرين والنجاح هذا عيد والنجاح هذا عيد خير في تحميده شكرا ألف شكر زيدوا فأكثر زيدوا حمد لله أكثر والخير في تحميده عشرين على عشرين والنجاح هذا عيده والنجاح هذا عيده نلفي الصف اثنين والشاطر يرفع ايده عشرين على عشرين والنجاح هذا عيده نلفي الصف اثنين الشاطر يرفع ايده عشرين على عشرين والنجاح هذا عيده والنجاح هذا عيده نلفي الصف اثنين والشاطر يرفع ايده عشرين على عشرين والنجاح هذا عيده نلفي الصف اثنين والشاطر يرفع ايده عشرين على عشرين والنجاح هذا عيده والنجاح هذا عيده إذن والناجح هذا عيده أحبائي شكون الشاطر فيكم هنا تعال واسمك وليدي أكرم أكرم أي فوج أنتما فوج النور عريب عين الدفلة الله يبارك تقدر تقولنا شكون مؤسس الكشافة الإسلامية الجزائرية الكشافة الإسلامية الجزائرية يلا أغنية أعلم تقول محمد بوراس محمد بوراس محمد بوراس برافو أقعد في بلاستيك شكون شاطر تاني معلش سؤال اليوم الوطني للكشافة الإسلامية هو يوم وفاة الشهيد محمد بوراس أي سنة وأي يوم أعطي الميكرو للشاطرة هذه أعطي الميكرو للشاطرة هذه يلا واسمك ريتاج ريتاج شحال في عمرك ريتاج 9 سنين 6 سنوات الله يبارك 9 سنوات 9 الله يبارك بنتي شاطره هكذا وقتاش اليوم الوطني للكشافه الاسلاميه 27 ماي تعالي بنتي طلعوا لنا الشاطره هذه طلعوا لنا الشاطره هذه يلا بنتي وقتاش اليوم 27 ماي بنتي أحبائي هنا كاينة حاجة والله عمو يزيد متمسك بها جدا 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 هي تاريخنا يا أحبائي تاريخنا مهمتنا ومسؤوليتنا احنا نعرفوا كامل وقتاش سان فالونتان نعرفوا وقتاش ريفيون نعرفوا معليش عرفوهم هادو ولكن تاريخنا مهم جدا يا أحبائي اليوم الوطني للكشافة الإسلامية هو يوم 27 ماي ذكرى وفاة المرحوم محمد بوراس مؤسس الكشافة الإسلامية أعطيني الهدية تاعها يلا أعطونا الهدية تاعها شاطرة في الدراسة نعم شوية ولا بزاف بزاف الله يبارك الله يبارك إذن بنتي شيبس مهبول راعي برنامج مع عمو يزيد وراعي هذا الحفل يعطيك هذه الهدية إن شاء الله تستفدي بها إن شاء الله شاطرة شاطرة الله يبارك قعدوها معنا ديروا لها بلاصة جميلة وش رأيكم نغنوا أغنية الامتحان ماهيش في الكتاب لأنه نفهمكم عمو يزيد دار أربع ألبومات ثلاثة قبل هذا الألبوم هذا ألبوم جديد اصدر هذه الايام فقط راكم من الاوائل لم يدوا في هذا الكتاب يا كتابي
ولكن درنا ثلاث ألبومات للأطفال تربوية مقبل، إن شاء الله يسعفنا الحد نعود ونرجع لكم ونجيبهم لكم، فيهم عدة أغاني تربوية. ماذا بيا تغنوا معايا أغنية الامتحان، يقول فيها عمو يزيد: أبذل جهدك دون كلل، ها قد جاء الامتحان، لما تختبر وتسأل إما تكرم. نعم مدام، كتاب الحاجة تعطوا لها كتاب درك درك، أعطيه لها تاعك درك، بعتوا لها بعتوا لها، أعطيه الحاجة، أعطيه له أعطيه له أعطيه له، فوالا الفرح وسرور الحاجة. الله يخليك الله يخليك أحبائي، كامل تدوا الكتب، ولكن إحنا ماناش حابين الضغط عليكم، معليش دوك من بعد نفهموكم وين تسيبوا الكتب هنا في هذا المركز إن شاء الله، ولكن كتاب لكل عائلة باش يكفوكم. أبذل جهدك دون كلل، ها قد جاء الامتحان، لما تختبر وتسأل إما تكرم أو تهان. ولكن إحنا يا أحبائي ما نحبوش كاع الطفل يهان، إذن لازم تقراو مليح، لازم توجدوا روحتكم، لازم تقراو، لازم الواجبات في وقتهم. إذن أبذل جهدك دون كلل، يلا. أبذل جهدك دون كلل، ها قد جاء الامتحان، عندما تختبر وتسأل إما تكرم أو تهان. أبذل جهدك دون كلل، ها قد جاء الامتحان، عندما تختبر وتسأل إما تكرم أو تهان. ضاعف جهدك هيا راجع كل الكتب والدفاتر، واصل عزمك فيه تابع، كن متحمس ومثابر. ضاعف جهدك هيا راجع كل الكتب والدفاتر، واصل عزمك فيه تابع، كن متحمس ومثابر. أبذل جهدك دون كلل، ها قد جاء الامتحان، عندما تختبر وتسأل إما تكرم أو تهان. أبذل جهدك دون كلام، ها قد جاء الامتحان، عندما تختبر وتسأل إما تكرم أو تهان. للامتحان ادرس بجد، وضع اللعب جانبا، فله إن لم تستعد تجد نفسك راسبا. للامتحان ادرس بجد، وضع اللعب جانبا، فله إن لم تستعد تجد نفسك راسبا. أبذل جهدك دون كلل، ها قد جاء الامتحان، عندما تختبر وتسأل إما تكرم أو تهان. أبذل جهدك دون كلل، ها قد جاء الامتحان، عندما تختبر وتسأل إما تكرم أو تهان. احصد أتعاب السنين حتى صدرك لا يضيق، كن من بين الناجحين ولك سندعو بالتوفيق. احصد أتعاب السنين حتى صدرك لا يضيق، كن من بين الناجحين ولك سندعو بالتوفيق. أبذل جهدك دون كلل، ها قد جاء الامتحان، عندما تختبر وتسأل إما تكرم أو تهان. أبذل جهدك دون كلل، ها قد جاء الامتحان، عندما تختبر وتسأل إما تكرم أو تهان. شكرا 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 أحبائي. للامتحان ادرس بجد، وضع اللعب جانبا، فله إن لم تستعد تجد نفسك راسبا. في الأغنية تاع الجد اللي راهي في الكتاب، أغنية الجد يا أحبائي، أي صفحة؟ أين هو الجد؟ يا إبليس شمر لي الجد، صفحة عشرين. شوفوا عمو يزيد واش يقول فيها: وزع وقتك عند الصحو،
ما بين الجد واللهو، فالتلميذ الحادق دوما ما فرط في درسه يوما. راجع درسك بعد الفهم تصبح أنجب من في القسم. تغنوها معايا. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد. أي صفحة؟ 20. الجد يا ابني شمر للجد. غنوا كمل معايا صفحة 20. يلا معايا. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد. هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد. هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. راجع درسك بعد الفهم تصبح أنجب من في القسم، تصبح أنجب من في القسم. فالعلم شرط التمكين، فاسعى إليه ولو في الصين، فاسعى إليه ولو في الصين. راجع درسك بعد الفهم تصبح أنجب من في القسم، تصبح أنجب من في القسم. والعلم شرط التمكين، فاسعى إليه ولو في الصين، فاسعى إليه ولو في الصين. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد. هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد. هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. وزع وقتك عند الصحو ما بين الجد واللهو، ما بين الجد واللهو. فالتلميذ الحادق دوما ما فرط في درسه يوما، ما فرط في درسه يوما. وزع وقتك عند الصحو ما بين الجد واللهو، ما بين الجد واللهو. فالتلميذ الحادق دوما ما فرط في درسه يوما، ما فرط في درسه يوما. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد. هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد. هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. فاكسب علما تبني وطنا، سابق واشغل فيه الزمن، سابق واشغل فيه الزمن. واجعل طلب العلم الأولى من بين الغايات المثلى، من بين الغايات المثلى. فاكسب علما تبني وطنا، سابق واشغل فيه الزمن، سابق واشغل فيه الزمن. واجعل طلب العلم الأولى من بين الغايات المثلى، من بين الغايات المثلى. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد. هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد. برافو 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 برافو. شكرا 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 احبائي. الدنيا ميدان الكد، الجد ثم الجد. تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا. سنعود، فانتظرونا في موعد جديد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا. سنعود، فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. أشكر عمو يزيد لزيارته لولاية عين دفلة. نشكر عمو يزيد كي جا لعين التركي، دنا أغاني شابين بزاف وعجبناه، ويعطيه الصحة. يعطيه الصحة على عمو يزيد اللي حضورنا لولاية عين الدفلة، وشكرا لأغانيه. نشكر عمو يزيد على هذه الزيارة ونفرح الأطفال. نشكر عمو يزيد على هذه المبادرة، وربي يفرحه إن شاء الله. نشكر عمو يزيد على هذه الحفلة الجميلة، وشكرا للجميع.
يعطيك الصحة عمو يزيد، بارك الله فيك اللي فرحت الدراري، ميرسي بكو، نتمنى وتعاود ان شاء الله خطرة اخرى. يا عمو يزيد نشكرك بزاف بزاف، وعاودوا لعين التركي ما تنساناش. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد، حمل التطبيق من البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية، بعد التحميل فعل التطبيق واكتشف كل اللقاءات، كل الحصص، كل الحفلات وأكثر.